وهذا هو جوال سامسونج الجديد اللي هو الجالكسي اس 4 اكتف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم مصر السيف، وهذا هو جوال سامسونج الجديد اللي هو الجالكسي اس 4 اكتف. هو نفس الاس 4 انتم شايفينه، بعض المواصفات اختلفت، السماكة اختلفت، ملاحظين السماكة اختلفت نوعا ما بين الجهازين، والشكل الخلفي برضو اختلف لانه موجود عندكم هذا ما هو ضد الموية، هذا عندكم ضد الموية اللي موجود الاكتف اللي موجود على اليسار اللون الاسود. الجهة العلوية بعض الاختلافات، فتحة السماعة ما زالت هي موجودة، والجهة اللي هنا الفتحة حقت المايكرو اس بي صارت مغطاة. الجوال ضد الموية بالكامل، يشتغل عندكم نص ساعة تحت الموية مسافة متر، يقعد يشتغل عندكم عادي وما يصير له شيء. عندكم الكاميرا اضافوا لها شيء اسمه نمط اكوا، نمط الماء اللي هو النمط اللي انتم شايفينه هنا. نمط الماء لما تختاره الحين الصور اذا نختارها تاخذ صور بالشكل هذا، ولكن خلينا ناخذ لكم صورة هنا عشان اوريكم هنا. اوكي؟ صورة عادية. لما تبغى تاخذ تصوير تحت الموية اضغط على الاكوا اللي احنا اخترناه الحين. لو حطيت الكاميرا جوا الموية زر رخي الصوت هو اللي بياخذ لك الصورة. هذه الصورة اللي اخذناها تحت الموية، فهو يصير يقدر يصور فيه تحت الموية، ولكن للتوضيح تصوير تحت الموية وإمكانية مقاومة الموية ومقاومة الخدوش حتكون لمدة نص ساعة تحت عمق متر، زيه زي الاكسبيريا زي او الجوالات اللي ضد الموية، اكثر الجوالات ضد الموية من الفئة الراقية حقت الهواتف الذكية. المواصفات الكاملة اللي موجودة عندكم للسامسونج جالكسي اس 4 اكتف، شاشة 5 انش بتقنية الفول اتش دي، ولكن هي تي اف تي. السامسونج اس 4 يجي الشاشة حقته يسموها AMOLED، فعندكم هذه لا تي اف تي، نظام تشغيلي 4.2.2 الجيلي بين، ذاكره داخليه 2 جيجا بايت، وموجود برضو عندكم 16 جيجا للسعه التخزينيه الداخليه، يقبل كرت المايكرو اس دي الى 64 جيجا. البطاريه اللي عندكم 2600 ملي ام، فتختلف عن البطاريه نفسها اللي موجوده في السامسونج جالكسي اس 4. الكاميرا الخلفيه الاماميه اول شيء 2 ميجا بكسل، الكاميرا الخلفيه الاس 4 فيها 13، هذه فيها 8 ميجا بكسل. وموجود عندكم تقنيه ال تي اي، وعندكم مقاومه المويه ومقاومه الدست الغبار نفسه تقاوم نفس الجهاز. سماكه 9.1، فاسمك من جوال الجالكسي اس 4 يرضى يشتغل على الجوانتيات والاشياء هذه كلها، فاذا حطيت يدي جوا بيصير بيشتغل، لكن ما ودي احط الجواب. ما اتكلم عن السعر ولا اتكلم عن تاريخ الاصدار. في نهايه الفيديو هو مصر السيف، لا تنسوا اللايك سبسكرايب الاشياء هذه كلها، كل جديد الجوالات ان شاء الله تلاقوه عندنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.